الخيانة كما هو معلوم من أشد أنواع الغدر ونقض العهد، فضلاً عن كون الخيانة من سمات النفاق كما قرر ذلك الحديث النبوي الشريف: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. ومعلوم أيضاً أن أشد الناس فضيحة يوم القيامة هم الخائنون، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. ولكن في هذا الفيديو مشاهدين الكرام سنتعرف على زوجة نبي خانت زوجها، فهيا لنتعرف كيف حدث ذلك. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. من هو هذا النبي ومن هي زوجته؟ النبي لوط عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى، ورد ذكره في الكتاب المقدس في اليهودية والمسيحية، وورد ذكره عليه السلام في القرآن الكريم، وهو لوط بن هاران ابن تارخ ابن أخي سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويعتقد أنه عاش 175 سنة، وسمي بلوط لأن حبه لاط بقلب إبراهيم عليه السلام، أي تعلق به ولصق به، فقد كان إبراهيم عليه السلام يحبه كثيرا، وقد خرج من أرض بابل مع عمه إبراهيم، وكان مؤمنا بعمه تابعا له في دينه، وهاجر معه إلى الشام. أما زوجته تدعى والها، وقد ذكرت في قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقد كانت تعيش مع النبي لوط عليه السلام في سدوم، لكنها خانت النبي لوط عليه السلام لأنه كان يسر الضيف خوفا من قومه على ضيوفه، وكانت هي تدل قومها على ضيوف لوط عليه السلام. وقد اتخذ لوط عليه السلام أرض سدوم وطنا له، وكان أهلها أسوأ الناس خلقا، فكانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين، كانوا يأتون الذكران ويذرون الإناث علانية وجهارة، ويتحللون من لباسهم ويبدون عوراتهم ويتفاخرون بهذا، فكانوا أول نادي عراة في تاريخ البشرية. حاول سيدنا لوط عليه السلام هدايتهم ونصحهم، ولكنهم لم يستمعوا له. وبعد محاولات عديدة من نبي الله عليه السلام لهدايتهم، أرسل الله جل في علاه ملائكته جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى لوط عليه السلام، فأتى الملائكة عليهم السلام إلى ابنة لوط وهي تستقي المياه من النهر، وكانوا في شكل رجال، فقالوا لها: أين أبتك؟ فقالت لهم: سوف آتيه لكم ولا تدخلوا، خوفا عليهم من قومها. وذهبت إلى لوط وقالت له: أرى رجالا لم أرى في حسنهم قط، وهم يطلبونك يا أبتي. وكان قوم لوط قد نهوه أن يستضيف رجالا في بيته، فجاء لوط عليه السلام بالرجال إلى بيته ولم يعلم أحد إلا أهل البيت. فخرجت والهة زوجته إلى قومه وقالت لهم: هناك رجال في منزل لوط لم أرى في جمالهم قط. فذهب القوم إلى لوط مسرعين إلى بيته يريدون اقتحام المنزل، ولوط عليه السلام من وراء الباب يدفعهم وينصحهم ويذكرهم بنسائهم. وحتى ذلك الوقت لم يكن يعرف أن من في بيته ملائكة، واستغاث بربه عز وجل، فأخبرته الملائكة أن الله سوف ينزل العذاب على قومه، وأنه يجب عليه أن يرحل من الدار هو وأبناؤه ولا يلتفت أحد منهم وراءه. فخرجوا من الدار وأنزل الله على قومه العذاب، فأخذ جبريل يقتلع المنازل ويرفعها إلى أعلى، ثم يقلبها ويجعل عاليها سافلها. لكن التفتت والهة وراءها عندما سمعت أصوات قومها وهم يهلكون،
فنزل عليها الصخر من السماء كما كان ينزل على قومها، وهلكت كما هلك قومها، وكانت من الضالين. فتعتبر خيانة هذه السيدة بأنها كانت تبلغ قوم لوط عليه السلام بالأشخاص الذين يزورونه، ولكن أنزل الله عليها العذاب. وقصة هذه الزوجة لها موعظة عظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن بزوجة، والعكس صحيح، تحاول أن تضغط عليه لتبعده عن جادة الإيمان. لذلك فإن الثبات على الحق وقوة العزيمة من أقوى الأسلحة الناجعة لمواجهة مثل هذا الموقف. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأعزاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة. إلى اللقاء.